أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، كل تحياتي إليكم. إذن كان هذا هو حديث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتحدث عن تفصيلات قرار تأجيل امتحانات النصف الدراسي أو الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد إجازة نصف العام، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يتابع الطلاب في المراحل المختلفة تعليمهم عن بعد خلال الفترة من الآن وحتى نهايات شهر يناير، ومن ثم أجازة نصف العام، ثم يعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد هذه الفترة سواء في شهر فبراير أو في شهر مارس. وتحدث عن مصادر التعليم المتاحة لسنوات الدراسة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية، أما المرحلة الثانوية فلها مصادر أخرى متوفرة سواء عبر القنوات الأرضية أو القنوات الفضائية، قناة يعني التعليم واحد وقناة التعليم اثنين، مدرستنا واحد ومدرستنا اثنين، وكذلك من خلال المنصات الإلكترونية التي توفرها واستثمرت فيها وزارة التعليم والتعليم الفني، واستثمرت فيها دولة على حسب كلام وقول تحديدا دكتور طارق شوقي. على أي حال، الأستاذة نيفين شحاتة وهي نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس قسم التعليم به تنضم إلي هاتفيا. أهلا بحضرتك أستاذة نيفين، كل التحية. إذن هذا قرار من الدولة بأنه علينا أن نمكث في المنازل أكبر فترة ممكنة بالنسبة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، كذلك تحدث عن يعني وإن كان حديثا عارضا عن التعليم العالي أنه جميع المراحل حتى الجامعية هو توجيه رئاسي بالحفاظ على الصحة وحياة الإنسان في المقام الأول، ومن ثم يتم تأجيل امتحانات الفصل والفصل الأول إلى ما بعد أجازة نصف العام، وكذلك ليس تعطيل الدراسة لكن بداية من الثاني من يناير تبدأ الدراسة عن بعد من خلال منصات وقنوات التعليم المختلفة. كيف تقرأين ذلك وكيف تقرأين أيضا تفاصيل ذلك أستاذة نيفين؟ وأجدد التحية. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا كل الكلام اللي حضرتك ذكرته دوت بيدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بصحة الطلاب وأن الحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب هو في المقام الأول. طبعا الدراسة شغالة أونلاين. بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، طبعا زي ما سيادة الوزير استعرض في المؤتمر الصحفي إن في كثير من المنصات التعليمية الخاصة بالطلاب، ودي يعني تم يعني بثها عبر الانترنت من بداية العام الدراسي تحسبا لأي ظرف طارئ، ودي لكل المراحل الدراسية بدءا من الأول الابتدائي لحد الثانوية العامة. طبعا كان من البداية واضح إن هذا العام هيبقى عام استثنائي بالنسبة للدراسة. طبعا كان في مؤشر من النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، ويمكن الوزارة أيضا من التربية والتعليم وزارة التعليم العالي اتبعوا طرق جديدة ل يعني تقوية شبكات الإنترنت وال يعني استحداث بنية تحتية في المدارس والجامعات بصورة كبيرة جدا لتوفير المنصات الإلكترونية للطلاب. ويمكن وزارة التربية والتعليم كمان السنة دي مسألة القنوات التعليمية وتقوية القنوات التعليمية بعناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس والبرامج التعليمية المختلفة على الساتلايت وعلى القنوات الأرضية، ده كان أمر مهم جدا بالنسبة للطلاب. حتى بالنسبة للحضور في المدارس كان واضح جدا مسألة تقسيم الطلاب يعني على مدار الأسبوع وما يبقى فيه تباعد وفيه تطبيق الإجراءات الاحترازية، فكانت كل الأمور يعني بتشير إلى أن يعني لازم يبقى فيه تنبؤ في يعني أي ظرف طارئ ممكن يحدث. طبعا التوجيه النهارده بتاع القيادة السياسية واجتماع مجلس الوزراء فيما بعد في الخاص بتأجيل الامتحانات لبعد منتصف العام، ده قرار أسعد وأسلق قلوب أولياء الأمور والطلاب، لأن طبعا الناس كانت قلقانة جدا وخايفة، وكان في مناشدات للرئاسة والمجلس الوزراء بأن الامتحانات يتم تأجيلها أو يتم تطبيق الأبحاث. يمكن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قال مسألة تطبيق الأبحاث دي يعني لم تؤتي ثمارها، طبقت السنة اللي فاتت، يمكن الفكرة كفكرة فكرة جيدة لكن تطبيقها هذا العام هيبقى فيه صعوبة. يعني لكن القرارات النهائية بتؤكد إن في استمرار للعام الدراسي، ما فيش توقف ولا تعطل للدراسة سواء في المدارس أو الجامعات، الدراسة تستكمل أونلاين.
وعلى ان تبدا بقى الاجازه بتاعت نصف العام من 16 يناير حتى يعني منتصف فبراير. وطبعا ده علشان يبقى فرصه لاولادنا لالتقاط الانفاس وان هم يبداوا يعوضوا يعني التحصيل الدراسي بتاعهم، لان طبعا المواد الدراسيه زي ما هو معروف مواد تراكميه، يعني لو احنا قلنا السنه دي هنحذف شيء او يعني هنخلي وحدات للقراءه والاطلاع ده هيأثر عليهم في التحصيل العلمي في السنوات المقبله، لان المواد العلميه والدراسيه هي مواد تراكميه. وبالتالي فالوزير اكد ايضا على ان مفيش حذف لابواب من المنهج، مفيش يعني بعض الابواب مش هتبقى للاطلاع فقط، لان لازم الطلاب ياخدوا الماده العلميه بتاعتهم بصوره صحيحه، واحنا مهيئين ومعدين نفسنا هذا العام من بدايه العام الدراسي. طيب استاذ نبيل، فقط ارجو ان تبقي معي لانه ينضم الينا ايضا استاذ محمد الشرقاوي، هو الكاتب الصحفي ومسؤول ملف التعليم في روزا اليوسف. استاذ محمد اهلا بيك وكل التحيه. يعني مما لفت الانتباه انه يعني ليس حديث عن تعطيل الدراسه، لكنه حديث ايضا عن استمرار الدراسة، لأنه إذا لم يكن هناك محتوى علمي جيد تم تقديمه فيمكن أن يكون العام غير العام الدراسي غير ذي جدوى. يعني هذا مفهوم أكد عليه الدكتور طارق شوقي في معرض حديثي في هذا المؤتمر. لكن أيضا الحديث عن أنه يعني هناك امتحانات ستؤجل ونحن لا نعلم الظروف، أعتقد أنه سيتم تقييم المواقف بشكل أو بآخر مع مرور الوقت وحالة كورونا في مصر. يعني كيف ترى كل هذه الأجراءات من الدولة؟ تحيات لحضرتك وتحيات الجميع السادة المشاهدين. في البداية خلينا نتفق أن الطلاب والمعلمين النهاردة وجدوا من يحنوا عليهم من وباء وتداعيات فيروس كورونا بفكرة أن احنا نستكمل العام الدراسي كمناهج ونوقف التزاحم والتجمعات اللي كانت تبقى موجودة داخل لجان الامتحانات للفرق المختلفة سواء للتعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي. أنا بعتبرها خطوة بتعلي فيها الدولة المصرية كعادتها السلامة الصحية على الاقتصاد على العملية التعليمية. وأنا كنت في السابق بقول أن سابقة أعمال القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي أو في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتؤكد سابقة أعمالهم أنهم في حالة لا قدر الله أن تقديرات لجنة إدارة الأزمة ستحذر من التجمعات الطلابية في الامتحانات ستتوقف الامتحانات فورا إعلاء للسلامة الصحية للطلاب والمعلمين وأعضاء التدريس، وهم بلا شك عدد كبير جدا في هذا المجتمع. بنتكلم على 23 مليون طالب في التربية والتعليم، بنتكلم على 2 مليون و100 ألف معلم وموظف وإداري في التربية والتعليم، بنتكلم على 3 مليون طالب في الجامعات، بنتكلم على 120 ألف عضو هيئة التدريس. إذا إصابة هذه الفئة لا قدر الله، نقترب كده من عدد 29 مليون تقريبا، الاعداد اللي حضرتك ذكرتها يعني قاربنا على 30 مليونا، وهو امر يعني يمكن يمثل ثلث المصريين، وبالتالي يجب نعم ان يكون هناك تعامل بحرص شديد فيما يخص هذا القطاع التعليمي. لكن دعني ايضا اسالك عن استعداد المنصات الالكترونيه، يعني وما تم افتتاحه من قنوات سواء فضائية أو أرضية، هي تبث يعني فضائيا وأرضيا، مدى الاستعداد؟ لأنه في قناة افتتحت في شهر أكتوبر الماضي، أخرى في شهر ديسمبر، يعني كيف ترى هذه أو من خلال متابعتك يعني هذه الاستعدادات؟ أتكلم مع حضرتك على فكرة الاستثمار في تطويع التكنولوجيا في العملية التعليمية في مصر. ربما نكون قد تأخرنا كثيرا في تطويع هذه التكنولوجيا إلا أن احنا بدأنا فيها قبل كورونا، رغم أن كان هناك في العالم المتقدم استخدام وتطويع التكنولوجيا منذ عقد من الزمان، لكن كورونا أجبرت وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي على تطويع أو الإسراع في تطويع التكنولوجيا والاستثمار في الشبكة العنكبوتية. مش بس وزارة الاتصالات، إقرار البنية الأساسية لشبكات الإنترنت في مصر، وكان العمود الفقري اللي احنا لا
لازم ما نغفلوش هي وزارة الاتصالات اللي سعت كثيرا مش في التربية والتعليم بس أو في الجامعات، على مستوى مصر كلها لولا وزارة الاتصالات ما كناش شفنا الخدمات المرقمنة النهاردة اللي الرئيس بيعلن عنها، إن احنا دولة بنتحول إلى الاقتصاد الرقمي، دولة بنحول خدماتنا الورقية اللي كان في يوم من الأيام عندنا المصطلح الشهير عدى علينا بكرة، النهاردة بنتكلم على خدمات حكومية كبيرة جدا على مستوى القطاعات، وزارة العدل والتموين والتربية والتعليم والتعليم العالي، مختلف قطاعات الدولة النهاردة بتتكلم عن الرقمنة لولا دور وزارة الاتصالات اللي اتسعى حتى اليوم إلى عملية ما يسمى بسرعة الإنترنت وتأثير ذلك على دخول الخدمات المرقمنة على العملية التعليمية طبعاً. أو خلال العملية التعليمية. طيب أستاذ محمد، عفوا يعني لا أريد فقط أن أبقي سيدة نيفين شحاتة يعني بالانتظار كثيرا، فأذهب إليها أيضا لتشاركنا في هذا الموضوع. أما عن المحتوى، هذه المنصات الرقمية، وتحدث الوزير عن أن هناك منصات رقمية مخصصة ما بين لصفوف ما بين الرابع الابتدائي وشهادة الإعدادية، وأخرى مخصصة من خلال التابلت للمرحلة الثانوية. هناك أيضا قنوات مدرستنا واحد أرضي وفضائي بالنسبة للابتدائي والإعدادي، ومدرستنا اثنين للثانوي. المحتوى، لأنه المحتوى نعم هي كفاءات، يعني حضرتك ذكرتي أنه تمت الاستعانة بكفاءات من المعلمين، لكن إعداد محتوى جيد وإعداد محتوى قابل للتعليم عن بعد، وإعداد محتوى يستطيع الطالب أيضا أنه يدخل بنفسه ويتعلم يعني بما يسمى بالسلف ستادي وشكل التعليم الذاتي، لأن هناك جزء على الطالب أيضا. ماذا عن مراعاة هذه الطريقة الجديدة في النهاية علينا في التعليم عن بعد؟ طبعا المنصات دي عدت يعني وفقا للتعليم عن بعد والاجراءات اللي بتتخذ على مستوى العالم، يعني وفي خبراء كانوا اعدوا المحتوى بتاع هذه المنصات، ويمكن المنصات جميعها ما اطلقتش في وقت واحد، يعني بمعدل زي ما قلت لحضرتك كل اسبوعين كل شهر كان بيتم اطلاق منصه جديده منذ بدايه العام الدراسي. طبعا في المراحل الدراسية مختلفة، طبعا طبيعة المادة العلمية مختلفة لهذه المراحل، الطلاب الصغار اللي هم من رابعة ابتدائي التعامل معهم غير بتوع اعدادي غير بتوع ثانوي، خاصة كمان الطلبة بتوع الثانوي عندهم النظام الجديد في التدريس وفي نظام الامتحانات اللي هو بيعتمد على الفهم والابداع اكثر من الحفظ والتلقين، فطبعا دول كان لازم المحتوى بتاعهم يبقى بطريقة مختلفة تجاري يعني الحديث عن التطبيق في التعليم ككل وفي اسلوب الامتحانات. وبالنسبه للاولاد الصغار اللي هم من رابعه ابتدائي لحد ثالثه لحد ثانيه اعدادي كان المحتوى بيبقى محتوى تفاعلي اكتر، يعني الطالب بيحس ان هو كانه قاعد في الفصل وبيتكلم مع المدرس بتاعه وبيرد عليه، وفي نهايه مثلا الحصه المدرس بيجاوب على الاسئله الصعبه، يعني لازم يبقى في عمليه تفاعل ما بين الطالب وما بين المدرس علشان كاننا يعني كان الطالب موجود بالظبط في الفصل، لان كان الاعتماد بصوره كبيره هذا العام من بدايته على القنوات التعليميه والمنصات التعليميه الالكترونيه اكتر من الحضور المدرسة. يعني حضور المدرسة كان فيه جانب تطبيقي للطالب بيشوفه في القنوات التعليمية واللي بيحصله من المنصات الالكترونية، وطبعا في منصات كثيرة تم افتتاحها زي مدرستنا واحد ومدرستنا اثنين ومنصة حصص مصر، بالاضافة لبنك المعرفة اللي عليه كل المواد العلمية بصورة كبيرة جدا وكمان الانشطة التعليمية المرتبطة بالمادة. فكل هذه الامور يعني تم حسمها من بداية العام الدراسي تحسبا لاي طارئ ممكن يحدث زي ما حصل في اليومين دول وزياده في ارتفاع الحالات وانتشار الفيروس. استاذه نيفين شكرا جزيلا على وجودك معنا. نيفين شحاته نائب رئيس تحرير الاهرام ورئيس قسم التعليم به، اشكرك. واعود الى ضيفي السيد محمد شرقاوي. استاذ محمد، يعني الوزير تحدث عن منصات وانت ذكرت فكره الاستثمار في هذه المنصات وفي هذه القنوات، تحدث عن منصة ذاكر، عن منصة إدمودو، وإدمودو موجودة في سواء في المرحلة الابتدائية والإعدادية وأيضا الثانوية، تحدث أيضا عن الشهادة الإعدادية، عن حصص مصر، هناك العديد
من هذه المنصات المختلفة، كيف يمكن أن يتوجه الطالب ليختار المحتوى الذي يعني سيتم من خلاله التعلم؟ هل هناك مرشد دراسي في المدرسة؟ هل هناك حصص مدرسية أيضا تحدث عن فكرة التعليم المباشر يعني أونلاين، ناهيك عن القنوات التعليمية؟ يعني هل على التلميذ أو على الطالب في المراحل الأكبر أن يذهب حسب ما يرى إلى أي من هذه المنصات، أم أن هناك أمور منظمة؟ يعني خلينا أقول لحضرتك كده الموضوع ببساطة. فضل. إحنا عندنا مجموعة مختلفة وأزرع تعليمية ذاتية مختلفة تم إنشائها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حتى تناسب كل الفئات الاقتصادية في هذا المجتمع. وأعني بالاقتصادية هنا مفهوم إن إحنا النهاردة بنعمل مثلا مدرستنا واحد ومدرستنا اثنين على القمر الصناعي. طب اللي ما عندوش قمر صناعي بنتكلم معاه، نفس المدارس دي بتبث أيضا عبر الأرضي، البث الأرضي. نعم. طب لو أنت ما عندكش لا قمر صناعي ولا أرضي وعندك مثلا إنترنت، عملت لك مجموعة من الخدمات والمنصات ممكن تلجأ ليها من خلال استخدام الابليكيشن، من خلال استخدام التابلت او اللابتوب بتاعك. لكن انا عندي هنا الفيصل، هو ان لازم الطلبه واولياء الامور يعلموا ان الحياه ما بعد كورونا والتعليم ما بعد كورونا سيكون مختلف عن التعليم ما بعد كورونا. الفكره اصبحت الان هو التعليم قبل وما بعد. نعم. التعليم الذاتي. الدول المتقدمه منذ عقود من الزمان بتعتمد على التعليم الذاتي، والتعليم الذاتي ده لا يتوقف على فكره ان انا رايح المدرسه او رايح الجامعه عندي سكاشن ومحاضرات او عندي حصص مدرسيه. التعليم الذاتي اللي انت النهارده بتروح بيتك عندك الشبكه العنكبوتيه الكبيره، عندك منصات مختلفه بتوفرها الدوله، عندك لقاءات تلفزيونيه او مناهج تلفزيونيه من خلال مدرستنا واحد واثنين، انت بتذاكر والمفروض بتروح المدرسه عشان يتناقش معك المعلم او عضو هيئه التدريس فيما بحثت عنه بالامس او الامس القريب. وبالتالي لازم الناس كلها النهارده تتحفز، اولياء الامور يحفزوا اولادهم في ظل تداعيات فيروس كورونا وما بعد كورونا لابد ان نعتمد على التعليم الذاتي من خلال المنصات الالكترونيه او من خلال الشبكه العنكبوتيه او من خلال القنوات التلفزيونيه التعليميه. التوجه ده لو بقى موجود هتلاقي جيل مختلف تماما، جيل يبحث عن المعلومه والمعلم يكون دوره الارشاد والتوجيه، ونيجي نتكلم ثاني وثالث ورابع في كل سيكشن او كل كلاس او كل حصه او محاضره عما درسه الطالب او استطلعه او بحث به عبر المنصات والشبكه العنكبوتيه. هتلاقي بقى جيل حضرتك عندك مختلف تماما تعليميا، بدل ما كان جيل بيعتمد على الحفظ والتلقين وان هو بيستعرض عضلاته التعليميه بحفظه وتلقينه اثناء التقييم اللي هو الامتحان، النهارده هتلاقي طلبه بتفكر وتبدع وعندها رياده اعمال، وهم دول مستقبل مصر. والتعليم في الحياه زي ما الريس قال من الاول، بناء الانسان المصري مش هيعتمد الا على حاجتين، التعليم والصحه. والصحه بنعمل فيها في هذه الفتره انجازات كبيره، والتعليم بنعمل فيه تطوير غير منقطع النظير، حتى لو اختلفنا على اولويات وزير التربيه والتعليم او اولويات وزير التعليم العالي في خططهم، لكن احنا بدانا نحط البذره. نتفق او نختلف، لكن في النهايه ما يحدث سيصب في صالح العمليه التعليميه وفي صالح تخريج جيل جديد قادر على قياده هذه الدوله العظيمه. وفي صالح صحه الطلاب والتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس وأيضا أولياء الأمور، حياة الإنسان هي القيمة العظمى والأهم. شكرا جزيلا لك محمد الشرقاوي، أستاذ محمد الكاتب الصحفي ومسؤول ملف التعليم في روزا اليوسف. إذا مشاهدين الكرام، يعني سريعا سأوجز ما سيحدث من اعتبر من يوم السبت المقبل الثاني من يناير 2021،
سيباشر الطلاب أعمالهم الدراسية من خلال التعليم عن بعد من يوم 2 وحتى يوم 15 يناير منتصف الشهر المقبل إن شاء الله. من يوم 16 يناير وحتى يوم 20 فبراير هذه أجازة نصف العام، بعدها إن شاء الله يتم بحسب طبعا تقييم الحالة امتحانات الفصل الدراسي الأول التي أجلت من الآن وحتى هذا التوقيت، بداية من بعد 20 فبراير هيذهبوا إلى امتحاناتهم. قد يتم تأجيل المرحلة الدراسية الثانية أو الفصل الدراسي الثاني، هذا أمر يتم على بناء على مسألة تقييم الحالة في هذا التوقيت في نهاية شهر فبراير وبدايات شهر مارس. التعليم والعملية التعليمية لم تتعطل بل هي مستمرة، ولكن عن بعد. الوزارة، وزارة التعليم والتربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفر منصات تعليمية، بتوفر أيضا قنوات تعليمية مفتوحة سواء عن طريق الساتلايت القمر الصناعي دش يعني أو عن طريق البث الأرضي، كل بحسب تفضيله وبحسب قدرته. سلمكم الله، متعكم الله بالصحة وبالعافية، طمأنكم على أبنائكم. الدولة المصرية إذن حريصة على صحة الطلاب قبل حتى مسألة التعليم، لكن التعليم مهم ولذلك سيستمر أيضا التعليم. بشكر حضراتكم، سنة سعيدة يا رب إن شاء الله عليكم وعلى أسركم، وسنة ناجحة ومراحل تعليمية وسنوات تعليمية موفقة يستفيد منها أبنائكم ولكن وهم آمنون في منازلهم. شكرا جزيلا لحضراتكم، متعكم الله بكل الصحة والسعادة وراحة البال.